في هذه الحلقة سنتعلم الحركات الأربع النهائية للدان الثاني من لعبة الرمح. ادخال الرمح والطعن إلى الأسفل، اخرج الرمح ثم ارفع. لان ناجا بنصف وقفة الحصان، الصد الأمامي، الصد الخلفي والطعن. حسنا، لان ناجا بنصف وقفة الحصان. لنقوم بهذه الحركات مرة أخرى، لان ناجا بنصف وقفة الحصان. إخراج الرمح وتحريك المقبض، امسك باليد اليسرى ثم أخرج الرمح باليد اليمنى وارفع الرمح إلى الأمام بسرعة، ثم دع اليد اليمنى تنزلق باتجاه رأس الرمح وضم القدمين إلى الأمام. حسنا، سأعيد الحركة مرة أخرى. إخراج الرمح وتحريك المقبض، لان ناجا بنصف وقفة الحصان. عند التدرب على هذه الحركة يمكننا أن نربط شيئا ثقيلا برأس الرمح لتمرين الذراع وزيادة قوتها، أو يمكن التمرن عليها مع شخص آخر. إخراج الرمح وتحريك المقبض، عند إخراج اليد اليسرى لا تحركها، دع اليد اليمنى تنزلق حتى رأس الرمح، ضم القدمين إلى الأمام في نفس الوقت.
ادخلوا الرمح والطعن إلى الأسفل. امسك باليد اليسرى ثم أخرج الرمح باليد اليمنى، ثم تقدم خطوة إلى الأمام بالقدم اليسرى وأقلب كف اليد اليمنى إلى الوجه الآخر. انسحب بالقدم اليمنى وادفع الرمح إلى الأمام بسرعة. حسنا، افتح الجسم. سأقوم بهذه الحركة مرة أخرى. ادخل الرمح والطعن إلى الأسفل. اخرج الرمح ثم ارفع، والآن اطعن إلى الأسفل. الجدير بالذكر، من الضرورة أن نمسك المقبض في أسرع وقت ممكن الرمح على الأرض، حيث أنه غالبا ما يسقط على الأرض خلال الممارسة البدائية. وقبل ذلك دع اليد اليمنى تنزلق حتى رأس الرمح هكذا. وادفع الرمح بقوة هكذا. حسنا، مرة أخرى. لنتدرب على هذه الحركة معا. إدخال الرمح والطعن إلى الأسفل. رفع الكف بوقفة القوس. امسك باليد اليسرى ثم تقدم بالقدم اليمنى، أدر الرمح فوق الرأس ثم تقدم بالقدم اليسرى، ارفع الركبة اليمنى واطعن الرمح إلى الأمام، ثم اسحب القدم وضع الذراع بشكل مقوس وارفع الكف بوقفة القوس. لنتدرب على هذه الحركة معا. دفع الكف بوقفة القوس. ادخال الرمح والطعن إلى الأسفل. تحتاج هذه الحركة إلى مزيد من الممارسة قبل الإتقان. بعد دفع الرمح باليد اليسرى، امسك المقبض بقوة وبسرعة باليد اليمنى، وذلك سيحسن هيئة تنسيق الجسم. دفع الكف بوقفة القوس. دفع الكف بوقفة القوس هي الحركة النهائية من الدان الثالث للعبة الرمح. تمتاز بالمرونة وتساعد الممارسة على التوحد مع الرمح ليصبحان جسما واحدا. جاو يون هو من الجنرالات المشهورين خلال فترة الممالك الثلاث، وهو لم يفشل قط في حياته العسكرية، ولذلك أطلقت عليه الأجيال القادمة لقب الجنرال المنتصر دائما. سلاحه كان الرمح الفضي، وكان يتقن لعبة الرمح بمهارة عالية جدا. وفي معركة تشانغ بامبو أنقذ جاو يون نجل ملك ليو باي من بين الآلاف من الأعداء، وقتل العشرات من جنرالات الأعداء بنفسه، حيث يروى أن حصانه الأبيض قد صبغ باللون الأحمر في نهاية المعركة من كثرة الدماء التي تساقطت عليه. وجاو يون هو مثال للشجاعة والإخلاص في التاريخ الصيني.
لنؤدي الحركات التي تعلمناها اليوم بشكل متواصل. استمتعوا بحركات الدان الأول والدان الثاني من لعبة الرمح. حتى اليوم لقد انتهينا من تعلم جميع الحركات في الدان الثاني، وتذكروا أنه يجب علينا أن نتدرب عليها بجد واجتهاد. وإلى اللقاء.